فضيحة من العيار الثقيل وفي حادثة قل ما نسمع بحدوثها في دول العالم، إلا في بلد غاب فيه القانون وأصبح فوضى، والعراق مثال بسيط على ذلك. ففي حادثة غريبة صدمت الشارع العراقي والهيئة العسكرية بوجه الخصوص وأثارت الجدل، فما هي هذه القصة؟ حيث تناقلت صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي خلال 24 ساعة الماضية تناقلت خبرا صاعقا يتحدث عن هروب ضابط عراقي. من أين؟ من محافظة كركوك، وهو منتسب في وزارة الدفاع العراقية ويشغل منصب مدير الرواتب في دائرة شؤون المحاربين بوزارة الدفاع، لكن هروبه لم يكن محض صدفة أو قرار مفاجئ، بل العملية كانت مخطط لها منذ أيام. كيف ولماذا؟ العقيد الذي نتحفظ عن ذكر اسمه قيل أنه هرب إلى تركيا بعد أن قام بتهريب عائلته أولاً من كركوك إلى تركيا أيضاً، ثم هرب وبصحبته رواتب مديرية شؤون المحاربين في وزارة الدفاع لشهر حزيران، والتي تقدر بحوالي $2 مليون. نعم، $2 مليون طارت ذهبت مع الريح وفي لمح البصر، وبقي الجنود والمنتسبين بلا رواتب. هذا هو لسان حال المنتسب في الوزارة. هذه الحادثة أثارت امتعاض العراقيين والناشطين في منصات السوشيال ميديا وحازت على ردود فعل كثيرة، منها ما تعاطف مع المحاربين الذين تمت سرقة رواتبهم ووجهوا انتقادا إلى الواقع الذي يعيشه بلدنا العراق في ظل غياب القانون، في حين أن البعض الآخر لم يتفاجأ من الحادث واعتبروا أن ما جرى ليس الأول ولا يكون الأخير. فكيف $2 مليون أمريكي تسرق وأمام أنظار الجميع وبهذه الطريقة؟ هناك من علق حول هذا الموضوع، وكان علي ماجد واحدا من أولئك الذين تفاعلوا مع هذه القضية. يقول علي: لجنة الرواتب حسب علمي تتكون من 4 أشخاص، ما ينصرف الصك إلا بوجودهم كلهم، شلون قدر يستلم رواتبهم ويطفر ويغادر الحدود؟ ومن اللي ساعده؟ هناك تعليق آخر من إسماعيل الكروي، يبدأ إسماعيل تعليقه ب ضحك مطولا على هذه الحادثة والأموال التي سرقت، ويقول: مو صوته صوت اللي انطاه رتبة مع الأسف، ياهو اللي يجي يبوق والأقرب نقطة حدود وماكو رادع، لو اللي سراق القبلة تم إلقاء القبض عليهم كان ما حد فكر يسرق. لا، هذا الضابط ولا غيره كان استحيت تاخذ تعب هاي العالم. هناك ايضا تعليق من وردة الامل، تقول: وردة الامل عاشت ايده عافيه، حال حال باقي النواب والمسؤولين وغيره، السفينه اذا كثرت ملاحينها ملاليحها يعني غرقوا. احنا 1000 ملاح صار بالعراق. وهناك أيضا تعليق من ليث الصائغي، يقول: ليث، إذا الخبر صحيح فهاي كارثة حقيقية، والكارثة مو لكونه سرق، لا، هذا الشيء جدا وارد من أي شخص يشغل موقع إداري مالي بحكومتنا مع احترامنا للشرفاء، بس الكارثة هذا المبلغ شلون تهرب إلى خارج العراق؟ إذا تهرب 3 مليار بهالسهولة يصير إذن إشقد أكو مليارات طالعة وما حد يدري بيها؟